والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه جملة عامة وهي من القواعد الكلية ومن الكلمات الجامعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي لا تنحصر في شيء معين بل هي شاملة وواسعة. فكل عون يحصل للإنسان من يحصل من المسلم لأخيه فإن الله عز وجل يجازيه بأن يكون في عونه ما كان العبد في عون أخيه. ومعنى ذلك أنه كلما كان بهذه المثابة وبهذا الوصف فجزاؤه عند الله عز وجل أن الله تعالى يكون في عونه كما كان في عون أخيه. فالأمور التي تقدمت هي أمور خاصة منها ما يتعلق بالكرب ومنها ما يتعلق بالستر ومنها ما يتعلق بالتيسير. وأما هذه فأي عون يكون من العبد فإن الله تعالى يجازيه بالعون عونا فيعينه على أمور دينه ودنياه.